لكن يعني قدام حاجة زي دي يجب نعيد نظر تاني خالص عن أفكارنا القديمة عن الحشرات وعن الحيوانات. احنا بنبص بخفة قوي يقول لك يا نملة لك حشرة يعني. إنما الحكاية لا، الحكاية لها أسرار كبيرة قوي قوي قوي. يعني أنت ما تسمعين ما جيبش تستهين بحشرة أو نملة أو تبص تلاقي نفسك قدام مسرحية وبلاتو وممثلين وكلهم حشرات وبيعملوا عمليات خرافية. الحشرة جاية مع شنطة العدة والشنيور والأشمنشار قبل كشف بتاعه ومخدرات وبتعمل تعمل مش طب وإزاي الحشرة بتعرف مكان اليرقة؟ طب ده شجرة الصنوبر ده حاجة مقفول مصمت تابوت مصمت، إزاي تعرف وتنشن وتعمل؟ ومش بس عرفت اليرقة ده عرفت مكان العقدة العصبية اللي هتديها الإبرة. يعني لابد نعيد نظر بقى خالص في رأينا في حكاية الحشرات وحكاية الحيوانات. أنا بشوف إن الحاجات دي نفوس، دي نفوس زي ما احنا نفوس، هم كمان نفوس، لكن ربنا ابتلاهم بالقوالب دي. ما يغركش القالب بتاع النملة أو قالب الحشرة أو الجاموسة أو بتاع دي، قوالب ربنا ابتلى بها هذه النفوس، لكن هي نفوس. لما ربنا يوصفها في القرآن يقول لك ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الله، ده يبقى بقى أمم أمثالكم، مدام قال أمم أمثالكم دي في مثلية بين أمم الحشرات وبين أمم البني أدمين، وإحنا فعلا شفنا المثلية. لكن الآية كمان لما يقراها الواحد ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون يعني حيحشرهم. طب إيه الحكمة؟ ده لغز تاني، الله أعلم إيه حكمة الحشر، حشر كل الحيوانات كل الحشرات كل النمل كل الخلائق. ساعات بقعد أفكر فعلا ما هو ما يستويش، حشرة تصنع عسل وحشرة تصنع سم، حشرة معطاءة وحشرة مخربة، فراش بيعيش على رحيق الزهور وبعوضة بتعيش على الدم. يعني الله أعلم، يبقى لازم في، هل في حساب للحاجات دي؟ محدش يعرف. لكن مجرد إن كل الحشرات دي والدواب بتحشر دي لوحدها لغز. لكن زي ما قلنا لما نستعيد المشاهد اللي شفناها بقول ان احنا بنلاقي نفسنا قدام مشهد مسرحي كامل. انا لما اشوف على بلاتو ناس بتأدي نص يبقى لازم في حد كتب السكريبت وفي مخرج، مش ممكن ان الحاجات دي ما تبقاش صدفة ابدا. فما فيش كلام ان دي ايات قاطعة قاطعة، ما فيش كلام بوجود الله سبحانه وتعالى اللي هو ألهم هذه الخلائق وأعطاها كل الأساليب دي. لأن الحشرة دي هتجيب منين العدة بتاعتها، دي الشنيور دي تجيبه منين، وربنا هندسه بشكل يبقى أقوى من الصلب. يعني دي مسائل أكنها بتهتف كده هو إن ربنا موجود وإن لا إله إلا الله وإن هو الخالق المعلم الملهم المرشد المربي لكل الخلائق. طبعا يعني الملحد المنكر بيقف قدام الحاجات دي وبيكون له موقف مختلف، بيسمي بدل ما يقول لك الله يقول لك الطبيعة، والله الطبيعة خلقت، الطبيعة علمت، الطبيعة ألهمت. يعني نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر، فالمسألة مسألة نيتشر الطبيعة. طبعا ده لعبة بالألفاظ. ليه؟ لأنه شال كلمة الله وحط كلمة الطبيعة، لكن أسند إلى كلمة الطبيعة نفس الصفات الإلهية. فالطبيعة اللي بيقول عنها الطبيعة بنشوف إن هي تتصف بالعناية القدرة الرعاية الإرشاد الخلق التدبير الربوبية. لأنه خلاص ما هو ما دام قال سمى الحاجات دي كلها طبيعة، يعني على طول بناء على اللي شفناه أسند إلى الطبيعة كل الصفات الإلهية.
لأن الطبيعة اتصفت على طول بالعناية والإرشاد والهداية والتعليم و و و و إلى آخر الله. طب ما هو يبقى لعب ألفاظ، لأنه شال كلمة مجرد يبقى بس مضايقاه الكلمة، لأنه الكلمة الجديدة اللي جابها جابها بنفس المعنى برضه وأسند إليها نفس الصفات الإلهية. يبقى هي كل حكاية هذا المعاند، كل حكاية إنه هو مش طايق كلمة ربنا، مش عاوز كلمة الله، عاوز يجيب أي ليه؟ طب ليه مش طايق؟ مش طايق لأنه من أهل الرياسة ومش عاوز حد يبقى رئيس عليه، ولا عاوز يبقى مسؤول قدام حد في يوم من الأيام، ولا يبقى محاسب. المسألة مسألة كبر ومكابرة، مش مسألة عدم معرفة، لا ده عارف، لأن الفيلم ده جايبه من ناس كفار، اللي عمل الفيلم ده ناس كفار، فإذا هم عارفين بدليل إنهم عملوا الكلام ده. إنما هي إنكار الإله سببه مش عدم المعرفة، سببه المكابرة وإحساس الإنسان بالغرور والرياسة، وإنه مش طايق إنه هو في يوم من الأيام يبقى في رئيس عليه، مش طايق إن فيه يبقى في حد رئيس أبدا أو آخر أو حساب أو إلى آخره، فعاوز يدور على كلمة تريحه من حكاية الحساب والحاجات دي، فلقى الطبيعة فقال الطبيعة. إنما هو عارف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، اللي هم مين؟ الكافر والمشركين. لأن في لحظة الجد تسألهم يقول لك الله، من هم عارفين. وربنا يوصف وصف في آية غريبة أو جميلة جدا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما قالش غافلون، لا قال معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، اللي هم الكفار، وهم عنها معرضون، ما قالش غافلون. زي الآية اللي احنا عرضناها في الفيلم ده، اللي عامل الفيلم مرة على الحاجات دي كلها، فهو مش غافل، ده فاهم، إنما معرض، تفرق كتير. وربنا وصفهم برضو في حتة تانية، قال لك جحدوا بها، يعني بالآيات دي، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الإنكار مش من نتيجة جهل أبدا، ده بيقول لك واستيقنتها أنفسهم، ده زي ما تقول لابنك يا ولد أنت عملت كذا يقول لك لا، وهو كذاب وعارف انه كذاب وفاهم انه كذاب وانه اونطاجي ودجال، هو فاهم. نفس الحكايه بتاعت جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني هم منكرين وعارفين ان هم بيدجلوا وينصبوا، لكن ايه ليه؟ ظلما وعلوا، لانهم مش طايقين، من كل واحد مستعلي مستعلي. حكاية ربنا دي هتوقعه في مسؤوليات وتكاليف وبتاع، وحكاية هيبتدي بقى يعني حاسب روحه في كل لحظة يقول لك يا عم على ايه، فمش طايق دي. لكن عشان كده ربنا اكتفى بان هو في القرآن يلفت النظر بس، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بتنتهي الرسالة الإلهية في اللحظة دي، إنه يخلق الدنيا ويجعل الدنيا شاهدة وهاتفة وعاملة مظاهرة من أولها لآخرها بأن هو موجود. والآيات العديدة كلها بتشهد في كل يوم من الصبح لغاية الليل وانت معدي عليها، تشهد بوجود الخالق. هو بيقول كده وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وتنتهي وظيفة النبي ان هو التبليغ، يبلغ وخلاص، ما لكش دعوة، ان عليك الا البلاغ. ويمكن الآية دي بتلخص الهدف والوظيفة بتاع برنامج العلم والإيمان، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، تكاد تلخص الوظيفة بتاع حلقات العلم والإيمان، إن هي